في الاستوديو محمد والانداه الملقب بعرفات الأمين العام للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، أهلا بك. مرحبا. احتجاجات جديدة أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بالمنح، إلى أي حد استجابت الوزارة أو تعاطت مع مطالبكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا صحيح أني الأمين العام للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، لكني هون في تلفزيونكم المحترم ما مثل الاتحاد العام فقط، ممثل 10 نقابات طلابية، هي جميع النقابات الطلابية النشطة في الائتلاف المؤسسات. مكون نعم، من عدة نقابات، تفضل الائتلاف ربما للإجابة يكون على فيه السؤال. 4 نقابات فقط ولا 5، غير هذا الائتلاف يمثل 10 نقابات، هي جميع النقابات المتواجدة طيب أنت في جزء المؤسسات. نعم، من هذا الائتلاف، ومثله. تفضل. بداية هذا هو خطاب لجميع النقابات الطلابية، يعلن لن نقبل بعد اليوم بهذا الاستهتار وهذا التجاهل من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ونختار نقول هون بقناتكم المحترمة على انه بعد ذا قاع ما في قانون يسمح بتجاهل النقابات الطلابية. دور، شفت تقريركم استياء الطلاب من تصريحات الوزير الأخيرة في بعض وسائل الإعلام، اعلن ما في قانون يسمح بذا تجاهل الطلاب وممثليهم. ثانيا، ما فهم عرف وزير التعليم العالي، ما هو اول وزير تعليم عالي، فهم وزراء تعليم عالي سبقوه، عيطوا للطلاب وعيطوا للنقابات وشدوا معهم الاخبار. ثالثا، لان هذا هم ممثلين الطلاب الحقيقيين، والدليل على ذلك اكثر من 6000 طالب صوتت في الانتخابات الاخيره في الجامعتين، صوتت ذو النقابات العشره، ما صوتت لحد اخر، وبالتالي هذا هم ممثلين الطلاب الشرعيين. هذا ممثلين الطلاب عندهم بعض المشاكل الانيه وبعض المشاكل اللي ذرك شي قالوا ترتيب الاولويات. فاحنا عندنا مشاكل المنح. طلاب سنة ثالثة عندهم الحق في المنحة كاملة، تبدد عليهم أصلا المنحة عادة. ظرك انقصاو ثلثين منهم، إلا ما أقول ثلثين ونص، بسبب عامل السن. طلاب الماستر نقول لك انهم اقصاوا كاملين بسبب السن، اي حد كامل فوق 89 ما يجبر المنحه، وطبيعي لان حد طالب كامل يعد الماستر دائما تعود عنده فوق 89 يعود تقدم شوي في السن، وبالتالي هذا احنا ما لنا قابلين. وثانيا، طلاب موريتاني في الخارج اليوم ما فات طيب انصرفت انتم لهم من اجل كل ذلك وقيه واحده. قمتم باحتجاج امام الوزاره، هل تعاطت معكم؟ لم تتعاطى معنا الى حد الساعه، لكن نحن ماشيين. واختير نقول هون جميع النقابات الطلابيه اعلنت تعود مستعده للخيارات اللي اتخذها النقابات الطلابيه، وهي ذاك حالا انا في الوقت اللي نتكلم معك فيه النقابات الطلابيه في اجتماع في احد مقرات النقابات الطلابيه، وستتخذ ان شاء الله ذاك القرار المناسب اللي يخدم الطلاب ويخدم قضيه الطلاب ان شاء الله. طيب هذا الاحتجاج يأتي بعد احتجاجات سابقة كانت تطالب بعدم إلغاء نتائج اللجنة الوطنية للمنح، في كل مرة هناك أزمة تتعلق بالمنح، هل هي أزمة قائمة أم أنكم تحاولون يعني تذوير الطلاب؟ نحن لم نحاول يوما، ما قد حاولنا ابدا تذوير الطلاب نهائيا. هي مشكله وانتم جيتوا وقفتوا عليها، وسائل الاعلام جات وقفت عليها، واحنا النقابات الطلابيه هم اللي يمثلوا الطلاب شفناها. وانا ذكرتها لك ذاك العالم، ذكرت لك منها تجاهل الوزير، وهذا الوزير وهذا خطير، راه الوزير ذاك جاهل جيل باكمله، جيل هذا الطلاب اللي في الخارج والطلاب اللي في الداخل يمثلوا الجيل الجاي، هو ماشي ولا يتجاهل جيلا، هو وضع قرارات، وضع يعني معايير معينة أقصت من أقصت، لا لا, لا هو لم يعني هو ما هو ما توفرت فيه الشروط هذه تم القرارات، توفير منحته. لا لا، هذه القرارات جائرة وظالمة، وإحنا ما لنا قابلينها. هو لا يعود ماشي على القانون، والله ماشي زاد على الأعراف، وإذا ما قطعوا عدل سابقه، هذه واحدة. ثانية، المعيذك الوزير إلى حد الساعة مجاهل النقابات الطلابية، وقال لأنه ما هو جابر النقابات الطلابية، وهذه رواية أخرى قاعد أعطم من ذا كامل. وبالتالي إحنا اليوم مطالبين ومازلنا مطالبين ومطالبين رئيس الجمهورية بأنهم يعيدوا النظر في الرواية، لأن هذه المشكلة تكبر عنده. وبالتالي احنا من مطالب جبار الوزير شدوا معنا الاخبار باللي احنا نجول مدير التعليم العالي، قلنا انا جايين من عند نجول مدير المركز الوطني للخدمات الجامعيه، الكليات ما عندها علاقه بذا، الطلاب ميالتهم يخلاو يقراو، والظروف ملائمه، والبيداغوجيه العمليه التربويه ظروف ملائمه، الميالت تم موفره، والطلاب هم اللي وفروا احرص الطلاب من اللي دارع، لان الدروس تم ماشيه، وخاصه احنا في وقت حرج وفي ظروف صعبه في نهايه السنه، والطلاب بعضهم غالبيتهم لا يتخرج في الثوالث وفي ماستر، وبالتالي العمليه التربويه ما لنا لا يمسوها، يا غير ذيك الخيارات الاخرى. نختير جميع طلاب مؤسسات التعليم لا يعودوا مستعدين ذيك الخيارات اللي يتخذ النقابات الطلابيه ليله ولا الصبح ان شاء الله. طيب الان ما الخطوه القادمه؟ انا قلت لك ان النقابات ترك حالا في اجتماع حالا، رانا جربنا. طيب هل جربنا موعدا الوقفات معينا في حال لم تستجب لكم الوزاره مثلا؟ نحن جربنا الوقفات الحضريه، وجربنا وسائل الاعلام، كررنا فيها مرارا وتكرارا، واخذنا في البيانات من ائتلاف النقابات على ان ذي الوضعيه حالا ان ما لنا قابلينها، اللي فيها الطلاب، الا لما اقول التعليم
الطلاب دارك يعيشوا ظروف مأساوية اقتصادية وحتى معنوية من تجاهل وزير وصيع للوزارة يقول أنه ما يجبر نقابات طلابية وهو ركيزة أساسية وركن أساسي من أركان العملية التربوية والقائم عليه قائم عليه العملية التربوية اللي هم الطلاب يقول أنه ما يجبر ممثلهم. إذا هو قاع ما هو قاع ما هو مهم عنده وإحنا مطالبين بقالة الوزير بقناة تكون محترمة وزير التعليم العالي وطالبين بعلن الحقوق ترتد لهم حقوقهم عن طلاب سنة ثالثة تبدد عليهم المنحة كيف ما كانت معدلة لهم لأن الطلاب الخارج تصرف لهم منحهم في أسرع وقت ممكن لأن طلاب الماستر تبدد عليهم المنحة كاملين وإلا لأن قبل خيارات أخرى تعود ما هي كانت الشاف ذاك. إذا محمد والانداه الملقب عرفات الأمين العام للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين شكرا جزيلا لك.